عيش سعيد لون حياتك بإيدك عيش سعيد وشوف اللي في إيدك عيش سعيد أملك هو جديدك عيش سعيد يومك هيبقى عيدك اتفقل وحط كلمتين في روتينك عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح 24 ساعة ليه دي ألغم وعك يلا بينا هنعمل ايه دم دم تك بص للسما وارفع ايديك حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد مساء السعادة على كل الناس اللي بيشوفونا في كل مكان يوم جديد وحلقة جديدة من عيش سعيد في حلقتنا النهاردة أخبار غريبة ولذيذة هنشوف قانون جديد في استراليا هتنبسط بيه قوي كل الموظفين اللي شغالين هناك وهنعرف حكاية السواق اللي رفض يركب سياح علشان البقشيش وكمان هقول لكم حكاية ست صينية ذكية جدا قررت ان هي تنتقم من محل رفض يبيع لها لبس والنهاردة كمان هنشوف آخر الترندز والأخبار الفنية اللي انتشرت على السوشيال ميديا خلال أيام الأسبوع اللي فات أما ضيفتنا اللي هتنورنا النهاردة هي صناعة المحتوى جاسي عبد العزيز لذاذة كلها بس خلونا قبل ما نروح لكل الفقرات اللي قلتلكوا عليها دي نتكلم على حاجة قلب السوشيال ميديا بقالها شوية وهو مسلسل عمر أفندي متصدر الترند بشكل حلو قوي وكل التعليقات اللي عليه تعليقات إيجابية مستحيل تفتح سوشيال ميديا في أي وقت وما تلاقيش حد كاتب بوست عن المسلسل أو عن الأحداث وعن التفاصيل الكتير والإفات الحلوة الموجودة جوه المسلسل وكمان الفنان الجميل أحمد حاتم في المسلسل ده بيروح للماضي عن طريق سرداب وبيرجع منه تاني بالزمن بيرجع قد إيه؟ بيرجع للأربعينات يعني كل التفاصيل دي اتكتبت بشكل حلو المسلسل كله فيه مواقف حلوة إفهات حلوة فالمسلسل ده صراحة مسلي جدا ومفيش حد ما بيشوفش المسلسل ده ما لفتش نظره ثنائي خطير جدا في المسلسل الثنائي دول هم أم هبة وصبري علشان كده يعني ما ينفعش ان احنا نفوت الترند وما يكونش معانا على تليفون الفنانة الجميلة زينب العبد علشان نبارك لها على تجسيد شخصية أم هبة مساء الفل مساء النور اهلا بيك يا صوف الشخصيه خطيره ام هبه كاركتر مختلف ولذيذ جدا يعني عايز اعرف حضرتي للشخصيه ازاي والف مبروك طبعا قبل اي حاجه الله يبارك فيك يا حبيبتي مفيش هو الترشيح اصلا جالي من مؤلف في العمل وانا مش اول مره اشتغلنا زمان قبل كده مسلسل مع بعض وحقيقي حكى لي الدور عجبني جدا وكلموني رحت خدت الورق قريت فلقيتها بمبنايه كده عارفه انت اللي هي في ادوار كده تحسيها انها يعني هي شبهك بتاعتك ما ينفعش ترفضيها ايا كان بقى حجمها قد ايه صغير كبير المهم ان هو الموضوع شبهك هو شبهك وكمان انت اثرتي في الناس لان شخصيه ام هبه هي ليها تفاصيل كده معينه من اول لقطه طلعتي فيها اللي هو هرسمك بالغلط عدي كده من قدام الكاميرا لحد احنا لسه طبعا المسلسل شغال ولسه بنتفرج بس انت ليكي حضور بشكل مختلف ربنا يخليك فقولي لي بقى حضرتي للشخصيه ازاي والله قعدت ذاكرتها عادي زي ما بذاكر انا من الناس اللي بقعد اقرا كتير واقرا اللي حواليا يعني الحاله كمان العامه اللي حواليا يعني مين معايا هيبقى معايا في المشهد مين اللي هيبقى داخل على المشهد معايا فبشوف كل الحاجات دي واشوف التركيبه بتاعتي هتبقى عامله ازاي معاهم واذاكرها كويس واشوف الحاله النفسيه اللي بينها وبين صبري هو صبري ده ايه يعني انا في البدايه يعني كنت عايزه افهم هي بتحبه ولا ما بتحبوش اول ما قريت كده بعد كده اتضح لي ان هي لا هي بتحبه هي الست بتحبه هي اكبر منه بخمس سنين بس هي متعلقه بيه وشايفه ان هو عايزه يعني تساعده في اي حاجه بالظبط فهي دايما سبورت وهي ست جدعه يعني بنت بلد جدعه يعني فهي سبورت دايما ليه حقيقي بتتعامل معاه كأمه فعلا ده يعني اللي بيحصل من صح. هزاره بيقول لها انت شبه امي هي فعلا بتتعامل معاه كأم يعني هي بحبها ليه في حنيه مش طب يعني مش يعني قويه ده كان باين
اكيد انت حطيتي شويه تاتشات للشخصيه، يعني انت غير ان انت قريتي وحضرتي كويس قلتي لا انا حاسه ان هي ام هبه دي المفروض نضيف لها الحته دي نعمل فيها كده. هو ده بيحصل، هو ده بيحصل طبعا. حصل لان انا سلطان بحب قوي كليتي معاه، واول ما بدانا تصوير فيه طبعا تفاصيل بتحصل في النص، يعني مثلا زي مشهد اللي هو عبد الغفور البرعي اللي هو بتاع البيبسي ده قعدنا قبليها شوية سلطان قعد يقترح حاجات ومعرفش ايه، ففي الاخر وصلنا ان للإفيه ده، فده بيحصل في اكتر من مشهد. يعني اكيد بيفرق الكيمياء اللي بتبقى موجودة ما بين طبعاً الممثل والممثل تاني اللي قدامه، فانتوا ما شاء الله كواليس اكيد ما بينكوا كمان هتلاقيها في حتة تانية، يعني انتوا لما حضرتوا للمشهد ده زي ما قلتي اكيد الكيمياء دي بتفرق في اي عمل، صح؟ ايوه دي حقيقه، يعني في تفاصيل كده بتحصل، وانا مش اول مره اشتغل انا وسلطان، ده تاني مسلسل لينا مع بعض، وبرده يعني ابقى تاني مره قبل ليه هو، فانا بحب سلطان جدا لانه كرييتيف كمان، بيعرف يكرييت كويس، بيعرف يفكر، بيعرف يفتح دماغ اللي قدامه، فانا بحب قوي 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 اشتغل مع الناس اللي هي اكتف دي قوي، فسلطان من الناس دي يعني هايل يعني بصراحه، ويفتح مخك كده لحاجات انت ممكن ما تبقيش شايفاها، فانا بحب قوي النوعيه من الفنانين دي اشتغل معاهم، ببقى مبسوطه جدا ومرتاحه نفسيا. زي ما احنا يعني دايما كده انا متعوده لما يكون في اخر مسلسل او اخر فيلم ويجيب لك بقى بيهايند ذا سينز الحاجات اللي حصلت والكواليس دي، اكتر حته يعني ممكن ناس كتير قوي تلفت انتباههم، لان بنبقى عايزين نعرف ايه اللي بيحصل في الكواليس، هزروا مع بعض حصل ايه، فاحنا شويه عايزين نعرف منك كده تفاصيل عن كواليس المسلسل وكمان كواليسك مع احمد سلطان. بصي هو انا ما لحقتش بصراحه في المسلسل، لان المسلسل جالي انا ديكوري كله مخلصاه في يوم، يعني كل الشغل اللي في المسلسل ده انا تقريبا مخلصاه في يوم، لان كان ديكور واحد ومش هينفع يبقى ليه يوم تاني، كان في الوقت ده الدنيا ضغطه شويه فلازم نخلص الشغل بتاعنا، يعني احنا ما كنا ما بنصدق بس نريح شويه ناخد نفسنا، فنقعد بقى نهزر نتكلم نعمل اي حاجه. بصراحه حاتم كمان لما كان معانا في اليوم ده كان الموضوع لطيف بالنسبه لنا، ان احنا برضو ايه قادرين نتنفس شويه، بس ده اكيد مجهود صعب قوي ان انت تصوري كل المشاهد بتاعتك في يوم واحد، ده كان صعب جدا. هو كان صعب جدا وارهقنا، بس ربنا بقى لما بيكرم انت عارفه لكل مجتهد النصيب، فربنا كرمنا والله الحمد لله، وانا وسلطان حقيقي سعداء قوي برد الفعل، يعني احنا حتى اول ما لقينا الترند ده طلع فلقيته كلمني فبيقول لي يا بنتي ربنا كريم وبتاع وما اعرفش ايه ده، لسه هو بيقول لي يعني لسه الشغل اللي جاي وبتاع، كان ساعتها تاني مشهد لينا او ثالث مشهد. طب كنت متخيله والله ربنا كبير، كنت إيه؟ متخيله النجاح ده؟ المسلسل عامل يعني فيدباك خطير، مسلسل ما شاء الله طالع ترند، كل حلقه احلى من اللي قبلها، انت بقى كنت متخيله وانت بتقري الورق ان ده هيحصل فعلا في المسلسل؟ انا متوقعه النجاح ده للمسلسل. بحب قوي دماغ مصطفى المؤلف، يعني انا وانا لما قريت الورق كله اتبسطت، يعني اغرمت بيه، عارفه انت اللي هو يعني وانت بتقريه بس بقيتي مغرمه بالقصه، لاني قصه حاساها جديده عليا كده، يعني بقالي شويه ما شفتهاش على التلفزيون، فلقيت ان هي قصه لطيفه هتنفع انها تبقى في كل بيت من بيوت مصر. تاني حاجة لما اشتغلت أول مرة اشتغل مع أستاذ عبد الرحمن، الحقيقة حسيت معرفش ليه من طاقته أنه لا ربنا هيشاور عليه، أنا عرفت أنه كمان ده كان أول إخراج لي، فحقيقي وناجح جدا ما شاء الله، يعني فأنا حسيت معرفش ليه للحظة كده، للحظة والله ده بيني وبين نفسي ده الموضوع ده، يعني حتى أنا ما قلتوش لأستاذ عبد الرحمن غير بعد ما المسلسل اتعرض ونجح، انا من وانا بصور معاه ما اعرفش ليه حسيت انه الراجل ده هيعمل حاجه، يعني وانا نادره التفاصيل اكيد شفتي قد ايه هو بيركز في كل شغله، بيحب الممثل جدا وبيخدم على المشهد حلو قوي قوي قوي، وانا بحب قوي المخرج اللي بيحب الممثل قوي، فحقيقي كان هايل واتبسطت جدا جدا بالشغل معاه. اخدتي رايه في حاجات؟ يعني قعدتي تقولي له مثلا انا شايفه ان ام هبه المفروض تبقى عامله كذا، مفروض يعني قعدتوا اتكلمتوا مع بعض رجعتوا التفاصيل دي كلها؟ لا ده قبل التصوير كمان، ده قبل التصوير، يعني هو وهو بيجهز وبيعاين وبيعمل كلمني مكالمه مثلا ممكن قد تكون ساعتين، انت متخيله ساعتين بيوصل لي ام هبه دي شكلها ايه؟
يعني هو كمان ساعدني كتير قوي يعني المكالمه دي، لان انا انت في الاول وانت بتقري ما بتبقيش عارفه ايه اللي ممكن السكه اللي هتاخديها، صح طبعا، فبتبقي عايزه تسمعي راي المخرج وراي المؤلف عشان توصلي بالنتيجه الصحيحه. فقعد تكلمني ساعتين حقيقي ساعدني في اني ازاي اعرف اعمل اللاين بتاع موهبه، تعرفي ترسمي الشخصيه صح بالظبط. تعالي نرجع بقى لشخصية قدمتيها في مسلسل العتاولة، شخصية قطة كانوا شرايح حلوة عليكي صح؟ قوي 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 قوي. حضرت لها ازاي بقى وكنت متوقعة الشخصية دي برضو انها تنجح كده وتاخد الصدى الجميل ده في رمضان؟ الحقيقة يعني انا استاذ احمد خالد موسى كان دايما مطمني ان صدقيني هتفرق جدا وهتعلمي جدا مع الناس في الشارع. مشكلة الادوار اللي هي شبه قطة دي تحسيها شوية كليشيه، يعني لو ما خدتيش ليها سكه خاصه بيكي انت ولايقه عليكي انت هتبقى شبه حاجات كتير اتعملت قبل كده، ودي الكارثه اللي في الخط بتاع قطه، فده اللي كان راعدني. فلما قعدت مع استاذ احمد خالد قال لي انا متاكد انك هتعمليها من حته ثانيه خالص ومش هتبقي شبه حد، وقعد يفهمني جدا حاجات كتير وتفاصيل برضو كتير في الشخصيه، واتكلمنا كتير باكتر من مره. يعني انا الورق كان عندي من بدري فقعدت اقرا قصة دي، وكل ما ورق جديد بيظهر بيتبعتلي، ففضلت بقى بالورقه والقلم. انت متخيله قعدت شويه عليها اذاكر، يعني ممكن مشهد او جمله في قطه دي اقعد تاخد وقت كتير جدا لان انت عايزه تعمليها بشكل مختلف. بالظبط، هي جمله، يعني انا جمله اللي هو يعني حتى في الترند اللي طلع كمان اللي هو بتاع ده مش هفضل الفتحه الاخيره دي، انا قعدت اسبوع بدور انا هقفل الجمله دي ازاي، وحاجه والحاجه اللي هي تليق على طريقه زينب في شغلها حتى وهي بتغضب. طب قعدت اسبوع. طب عايزه اسالك دلوقتي، كان في كلام على العتاوله 2 او الجزء الثاني من المسلسل، هل الكلام ده تمام حقيقي ولا لا؟ وشخصيه قطه مكمله معانا في سيزون 2؟ هي مكمله وهم كلموني، انا لسه ما مضيتش بس رحت اتفقت بس، لكن لسه قائم ده لسه انا ما مضيتش، بس هم ماضيين تقريبا 3 ارباع الناس يعني. واستاذ احمد خالد بعين والدنيا شغاله يعني ان شاء الله، وهيكون اقوى بكثير قوي من الجزء الاول اللي انا متوقعه ده. طيب عايزة اعرف برضو منك بتحضري لإيه تاني غير مسلسل العتاولة سيزن اللي جاي، سيزن رمضان ان شاء الله وهيكون في اعمال كتير، بتحضري لإيه الفترة الجاية؟ يعني هو الفترة الجاية المفروض ان في مسلسل اوف سيزن، انا مش عارفة لسه حقيقة، وانا مضياه من شهرين بس لسه ما دخلت الصوات، فانا مش عارفة هما هيبدأوا تصوير امتى، يعني إن شاء الله. دي الحاجة الوحيدة المفروض اوف سيزن ثانية بعد عمر افندي. بالتوفيق ان شاء الله، ودايما كده ناجحه ومكسره الدنيا لانك بتحبي تحطي تفاصيل مختلفه لاي دور بتقدميه. شكرا ليكي. ميرسي قوي يا حبيبتي. ميرسي قوي. يعني صراحه مسلسل مكسر الدنيا، مسلسل حلو قوي، فيه شغل كويس قوي من كل الممثلين اللي اشتغلوا من اصغر دور لاكبر دور، كل واحد مهتم بالتفاصيل بتاعه شغله كويس، كمان الناس اللي ورا الكاميرا بنوجه لهم تحيه، قدمتوا لنا حاجه حلوه تستاهل فعلا ان هي تتشاف. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم على طول علشان نشوف أخبارنا النهاردة، ويلا بينا نبدأ أول خبر وهو عن واقعة غريبة حصلت في سنغافورة، وكمان اتصورت فيديو وعملت ضجة على السوشيال ميديا. اللي حصل إن سواق باص كان معاه سياح في سنغافورة اتضايق من الركاب اللي معاه علشان كان شايف إن هم ما اشتروش حاجات كفاية من الهدايا التذكارية اللي كان بيبيعها جوه الباص. الهدايا دي كانت عبارة عن ميداليات، مفاتيح، سلاسل، برفيوم صغيرة، حاجات تانية. المهم هو اتضايق وقام قافل الباب بتاع الباص، وكمان نزل الركاب اللي كانوا موجودين وقال اللي ما يدفعش فلوس مش هعمل له اي حاجه. ده حتى كان في واحده من السياح اللي موجودين طلبت منه ان هي عايزه الدواء بتاعها من اي صيدليه، رفض وقال علشان هم ما بيدفعوش بقشيش كويس. عمل ايه الراجل ده؟ سابهم على الطريق في الزحمه ورفض كمان ان هو يعتذر لهم، لحد ما صاحب مطعم كان موجود على نفس الطريق اللي سابهم السواق فيه قال لهم اتفضلوا عندنا على الغداء، وقدم لهم مشروبات وايس كريم وحاجات تانية كتير، وشركتهم اللي كانوا طالعين معاهم الرحلة السياحية دي بعتت لهم سواق تاني واعتذرت لهم على اللي حصل من السواق الاول. معقول يا راجل تزعل كل الناس دي عشان البقشيش؟
الخبر الثاني اللي معايا النهارده عن قانون جديد اقره البرلمان في استراليا، وصراحه القانون ده هيعجب ناس كتير، واتمنى يعني احنا كمان ننفذه هنا. القانون ده بيقول ان من حق اي موظف انه ما يردش على اي تليفون ولا اي ايميل خاص بالشغل بعد ساعات العمل الرسميه، وده اللي سموه بتعديل تشريعات العمل العادله، وانهم يقدروا يقفلوا تليفوناتهم وما يردوش على اي ايميلات او اي مكالمات بعد مواعيد الشغل الرسميه. الكلام ده بينطبق على جميع الشركات الموجوده الا الشركات اللي عدد موظفينها اقل من 15 موظف. نتمنى كمان ينفذوها عندنا. الخبر الثالث اللي معايا النهارده عن ست صينيه قررت ان هي تنتقم من موظف محل موجود في علامه تجاريه مشهوره وكبيره علشان تجاهلها وعاملها بطريقه ما عجبتهاش. الست دي راحت تشتري من واحد من العلامات التجاريه الكبيره والشهيره اللي موجوده في المولات. اللي حصل معاها ان هم عاملوها بطريقه مش قد كده، فقررت ان هي تنتقم منهم. ورجعت تاني بعد شهرين وهي معاها شنطة فلوس، قالت إن هي هتعلمهم درس مش هينسوه أبداً. أخذت معاها 600,000 يوان، يعني تقريباً 84,000 دولار أمريكي في شنطة كبيرة، وأخذت معاها ساعتها المساعدة بتاعتها وكمان واحدة صاحبتها، وقعدوا يقيسوا تقريباً المحل كله، وجم وقت الحساب قعدوا الموظفين يعدوا في 600,000 يوان، وده خد وقت طويل جدا لحد ما خلصوا. واول ما خلصوا عد قالت لهم لا خلاص انا رجعت في كلامي ومش عايزه اشتري دلوقتي. القصه دي طبعا انتشرت على السوشيال ميديا، وطبعا رد فعلها عجب ناس كتير قوي، واللي كان من رايهم ان معظم الموظفين اللي بيشتغلوا في العلامات التجاريه الغاليه بيكونوا متعجرفين شويه. احنا مش بنعممها، بس ده بيحصل احيانا مع بعض الناس. بكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. استنونا. الفنان محمد رمضان رجع يكمل تصوير فيلمه الجديد أسد، واللي انتهى من تصوير حوالي 40% من أحداثه، وبيتطلب العمل لديكورات مختلفة ومعينة لأن الأحداث بتدور في فترة تاريخية قديمة. وبيلعب محمد رمضان خلال أحداث الفيلم شخصية علي الفارسي اللي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي سنة 1280، وأحداث العمل بتعود لعصر المماليك، وبيتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد الشخصية وإزاي كان بيتصرف الأبطال خلال العصر ده. وبتكون دي المرة الأولى اللي بيتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج العالمي محمد دياب، وبيشارك في فيلم أسد ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، وأحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، ومحمود سراج. والفيلم من تأليف وإخراج المخرج محمد دياب. تصريح إيناس الدغيدي عن المساكنة، ودي من أكتر الأخبار اللي كانت ترند ومثيرة للجدل الأسبوع ده، وهو تصريح المخرجة إيناس الدغيدي عن تجربتها للمساكنة قبل الجواز، لأنها قالت خلال لقاء تلفزيوني إنها خاضت تجربة المساكنة قبل الزواج من زوجها ومش فاكرة مدة المساكنة كانت قد إيه، لكن فضلوا في علاقة حب وارتباط 9 سنين. وتصريحاتها أثارت اهتمام المشاهدين والتعليقات على السوشيال ميديا، كمان كانت كل التعليقات حد ده جدا، واعتبروها ان هي بتقول رأيها بكل جراءة. رمضان 2025 بيقرب، وبدأ صناع الأعمال الدرامية يعلنوا عن المسلسلات اللي هتشارك في الماراثون الرمضاني 2025، والحقيقة إن هيكون في نجوم كتير مشاركين في السيزن ده، وأبرز المسلسلات اللي أعلن عنها هو مسلسل حمزة بطولة النجم محمد إمام، ومن المتوقع إنه هيقدم دور عمل درامي قوي خاصة بعد نجاحه الكبير اللي حققه على مدار السنوات الأخيرة. والنجمة مي عمر هتقدم مسلسل إش إش، واللي بيبان من اسمه كده انه هيكون لايت، وده بعد نجاحها الكبير في رمضان اللي فات بمسلسل نعمة الأفوكاتو مع زوجها المخرج محمد سامي. وكمان المخرج محمد سامي هيتعاون لأول مرة مع النجمة عمرو سعد في مسلسل سيد الناس، وده بعد غيابه عن السباق الرمضاني اللي فات، وكانت آخر أعماله مسلسل الأجهر لعام 2023. ومن الناحية الكوميدية بيستنى الجمهور الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد والفنانة دينا الشربيني
الثاني هتقدم لنا الجزء الثالث من مسلسلها كامل العدد. ومفاجأة رمضان 2025 إن الفنان أحمد مكي هيبعد تماماً عن الكوميديا من خلال مسلسله الرمضاني الجديد عين شمس، واللي بدأ في تحضيره للعرض في دراما رمضان المقبل، وهيقدم من خلاله أحداث الدراما الشعبية للمرة الأولى في مشواره الفني. أما الفنان محمد رمضان أعلن عن مفاجأة وهي عودته للمشاركة في موسم رمضان 2025 وتعاقده على مسلسل جديد، وده بعد ما غاب عن المشاركة في دراما رمضان 2024 والتراجع في قراره، لكن ما أعلنش عن اسم المسلسل بشكل رسمي لحد دلوقتي. نشر الفنان محمد شرنوبي فيديو من كذا يوم على صفحته الرسمية على السوشيال ميديا، وقال إنه بيستعد لنزول أغنية جديدة، وبتكون الأغنية دي من تأليف مصطفى ناصر وتوزيع إسلام الأزرق، والأغنية في إطار رومانسي. وعلى الرغم من الأزمات اللي حصلت له بسبب حذف أغاني بعد أزمته مع الشركة المنتجة لأغاني السابقة، الجمهور اتفاعل مع فيديو محمد شرنوبي بشكل كبير بعد كلامه عن المعاناة اللي حصلت له مع الشركة اللي تعاقد معاها من فترة، وقال إنه بيمر بأزمة مشابهة لأزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب اللي تم حذف أغانيها، وقال كمان إنه أكتر حد في الفترة دي حاسس بشيرين لأنه بقاله 5 سنين في قضايا ومشاكل بيحاول دايماً يحلها، لكن الفترة الجاية هينزل بمجموعة أغاني تانية. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل حلقتنا ونستقبل ضيفتنا اللي منورانا في استوديو عيش سعيد. وضيفتنا وانت كده بتقلب على السوشيال ميديا هتلاقيها بتعمل ايه، بتوصف الحاله اللي انت فيها، ما تعرفش ازاي تبقى حاسه بينا، واحنا بنقلب بنلاقي فيديوهات جوسي اللي منورانا النهارده في استوديو عيش سعيد بتتكلم عن حاجه مرينا بيها سواء من قبل كده او عايشينها دلوقتي، ففعلا اللحظه دي بندرك ان احنا بنضحك على احزاننا. مساء الفل يا جيسي، منورانا. ده نورك حبيبتي. جيسي، عايزه ابتدي معاكي من الاول واعرف انت بداتي ازاي على السوشيال ميديا. كانت لحظه فراغ كده، كنت قاعده مش لاقي حاجه اعملها فقلت ليه ما اعملش فيديوهات. ماما قعدت تقولي طب قومي تعالي نعمل مع بعض فيديوهات بتاع مش عارف ايه كده، فبدانا بقى ان احنا نعمل فيديوز. وبعد كده كنت بعمل شويه ميك اب، بعد كده كنت بعمل شويه فاشن، بعد كده فقدت الشغف ما كنتش بعمل حاجه، بعد كده رجعت تاني ان انا احكي قصص واعمل كونتنت لذيذ. طب تعالي بقى نبتدي من اللحظه اللي انت كنت قاعده زهقانه فيها في البيت. هل دي كانت فتره كورونا اللي كلنا قعدنا فيها في البيت ولا قبل كده؟ لا، بعد كورونا. بعد كورونا، بعد ما رجعت الحياه عادي خالص، انت كانت عندك توقفت في الوقت ده. ما كملتش، كانت واقفه في مكانها. ايه اللي حصل بقى ساعتها؟ انت كنت بتشتغلي ولا ما بتشتغليش؟ خلصتي جامعه ولا لا؟ كنت مخلصه جامعه وكنت فاتحه شركه ايفنت ويدنج بلانر وكنت ميك اب ارتست، وبعد الكورونا اصلا ما رجعتش فتحتها تاني، فكنت مش عارفه ابتدي منين ولا اعمل ايه. قفلتي وقت الكورونا كل حاجه وشغلك وبطلتي تعملي اي حاجه؟ بالظبط، وما كنتش عارفه اعمل ايه ولا ابتدي منين، اروح فين، اجي منين، هبتدي ازاي. طب انا كنت موقفه اصلا وعامله كارير شيفت، فلو هرجع ازاي للكارير القديم، طب هرجع ازاي لده، فكنت كده. طيب تعالي بقى نفتكر اول فيديو. انت اول فيديو عملتيه انت وطبعا مامتك، بنوجه لها تحيه، هي جميله جدا وتطلع معاكي دايما في الفيديوهات. بس قبل بقى ما تبتدي تطلع معاكي في الفيديوهات، كان اول فيديو ليكي لوحدك ولا معاها؟ لا، كنت بعمل فيديوهات لوحدي بس بصراحه ما كانتش بتتشاف اصلا. يعني هو اول فيديو طلع فايرل كان بتاعي انا وماما. دي كانت اول فاكره. كان بتاع هند صبري. كانت اللي هو بتاع مسلسل عايزه اتجوز، اللي هو ده حلو قوي يا ماما، حلو قوي. عارفاه اللقطه دي؟ فكنت عامله انا وماما وطلع فايرل، حتى هند صبري كانت عامله له شير في الستوري، وكانت الفيدباك بتاعه كان لذيذ قوي. كان احساسك ايه بقى؟ لا، انبسطت قوي. يعني انت كان عندك محاولات قبل كده في فيديوهات وما كانش حد بيشوفها؟ صراحه وانا برده ما كنتش فاهمه الانستجرام وما كنتش فاهمه السوشيال ميديا، ما كانش في حد بيقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، فكنت ماشيه كده مع نفسي بشوف ايه اللي هيجيب معايا. اوكي، طب الفيديوهات اللي قبل كده اول ما عملتيها حسيتي باحباط شويه مثلا ان محدش شافها؟ ساعات كتير قوي كنت بحبط واقول هو طب انا ليه الريتش عندي مش كويس. طبعا كانت في حاجات انا مش فاهماها زي اضاءه، كواليتي الكاميرا، الكونتنت شخصيا، الطريقه اللي انا اقول بيها الفيديو بحيث ان هي توصل للي قدامي من غير ما يحس ان انا ممله. فكانت في عوامل كتير قوي. لكن اول فيديو اداكي بوزيتيف انرجي وقال ان انت هتكملي، هو الفيديو بتاعك انت ومامتك؟ فهمت بقى ان انا المفروض ان انا اطلع شخصيتي، بدل ما انا الاول كنت بقعد قدام الكاميرا كده ما كنتش ببقى انا قوي،
فلما بقيت انا وبدات ان انا افك واحده واحده، بدات الناس ان هي تعرفني اكتر وتتفرج عليا اكتر. طيب احكي لي بقى، بعد الفيديو ده ابتديتي بقى يجي لك كومنتس من الناس عايزين منك فيديوهات بشكل معين، ايه الحاجات اللي كانت بتطلب منك؟ كان في ناس بتطلب مني مثلا ميك اب، الميك اب اللي انت كنت عاملاه مثلا في الفيديو ده بتعمليه ازاي، مثلا روتين شعرك، مش عارفه شافوا ايه في شعري بصراحه، بس هم كانوا طالبين روتين شعري. ستايلنج، انا لبسي سيمبل فما اعتقدش ان في حد طلب مني قبل كده ستايلنج، انا بحب البس سيمبل قوي. بس في ناس تطلب مني مثلا سكين كير، لما مثلا بيطلع لي حبوب او كده بشارك، يا جماعه انا طلع لي حب شباب وانا عندي 30 سنه اصلا، فاقول لكم انا ايه اللي عملته عشان خاطر اعالج بشرتي كده يعني. اوكي، بطلتي ليه بقى ميك اب؟ علشان في ناس تانية على السوشيال ميديا بتعمل ميك اب فعليا احسن مني مليون مره، فانا مش حاسه ان انا هقدر ان انا اواظب على الكونتنت ده يعني. هو برضو انا لما دخلت في الميك اب ما كانش انا قوي، هي كانت حاجه انا حباها بس مش الحاجه اللي ليا، فعشان كده الناس المفروض تقعد تحاول في كذا حاجه لحد ما تلاقي نفسها في حاجه. طب انت مثلا ما حبيتيش ان انت تكملي في الميك اب؟ دلوقتي بقى في كورسز كتير وبقى في ناس كتير اخدتي كورسز اوريدي، مش عايزه بقى تكملي؟ حسيتي ان لا انا اخدت كورس بس على قد ان انا اعمل ميك اب لنفسي؟ لا، كنت بعمل لبرايدز وكلاينتس كتير قبل كده، بس انا دلوقتي حاسه ان انا مش حاسه ان انا مش شايفه نفسي في الحته دي. طب جيسي انت نفسك تعملي ايه؟ يعني ايه الحاجات اللي انت نفسك تعمليها وحاسه ان هو ده الكونتنت اللي انت عايزه تقدميه على السوشيال ميديا؟ انا بحب ان انا لو في حد مثلا حاسس بحاجه او حد متضايق ان انا ما اسيبوش لوحده. على فكره والله العظيم مش كلام كليشيهات، بس انا فعلا بجد كان في ناس بتبعت لي مسدجز كتير بتبقى هم فعلا بجد متضايقين نفسيا ومفيش حد بيتكلم عن الموضوع ده، زي الفيديو بتاع الاهل اللي بيعايروا عيالهم ان هو انا اكلتك، انا شربتك، انا لبستك. دي نيجاتيف انرجي، اصلا مشاعر سلبيه بتطلع ناس مشوهه في المجتمع. حقيقي. ما دي الناس اللي هي بتاخد الكلام ده من اهاليها، هي الناس اللي بتقعد على السوشيال ميديا بتلاقي اي حد عامل فيديو تروح داخله شتمه. صح، ما هي دي نتيجه ده. ده نتيجة ده. فالمفروض إن الناس تتعامل مع بعض كويس، يعني أنا لما أتعامل مع اللي قدامي كويس حتى لو هو عاملني وحش هتلاقيه هو بدأ يتعامل أحسن فأحسن فأحسن فأحسن. طب جيسي عايزين نتكلم شوية عن أنت قضيتي فترة الصيف كده بشوية فيديوهات، عملت لنا سلسلة فيديوهات في المصيف خطيرة، كلميني بقى عنها شوية، وحضرت لها ولا ما حضرتهاش؟ الموضوع مش ازاي اصلا المفروض ما كناش هننزل غير لما نرجع من الاجازه. اوكي، دي قوانين ماما. ده طبيعي، كلنا ده قوانين اي سفريه اصلا، مش ماما بس، احنا اي سفريه بنسافرها عارفين ان هننزل بعد ما نرجع. عشان الحسد يجي كده، بدل ما يجي كده يجي كده. فانا قلت لماما، قلت لها لا انا هنزل، لان انا لو ما نزلتش الحاجه في ساعتها لما الفكره تيجي في دماغي بفقد الشغف. بزهق، ما خلاص بفقد الشغف في النص. أوكي. فقعدت ان انا انزل. اول حاجه انا ماما في الاجازه واحنا بنلعب، وكنت عامله الفيديو بتاع فوفا اللي هو صباح الفل من الساحل الشمالي. تمام، والدنيا كانت زي الفل وبنلعب ونهزر. بدات انا انزل تحصل حاجات غريبه وانا ايه اسكت، قلت ايه عشان بس ماما ما تقوليش انا قلت لك ما تنزليش. اجي البس الدريس لقيت الحماله اتقطعت، التاني لقيت دخل في مسمار اتقطع، لا يعني كده لحد بقى ما الموبايل وقع اتكسر. بس كفايه فيديوهات بقى. ولقيت ماما قايمه تاني يوم بعد الفيديو بتاع ماما، وشها وارم قد كده وجسمها فيه كدمات زرقاء. يا نهار ابيض. بتقول لي ان انا هجيب اجلها. قلت لك ما تنزليش حاجه هتجيبي اجلنا، ما فيش فايده. وانا طلع لي طفح جلدي. يا نهار ابيض، لا في حوارات كتير حصلت. بس انا لما نزلت الفيديو انا والله العظيم انا مش يعني في حسد موجود، بس مش هحط حياتي كلها على بند، لا انا مش هعمل عشان خاطر العين والكلام ده. بس انا لما نزلت الفيديو لقيت كميه الناس اللي حصل لها نفس الموقف كتير كتير. طب اكتر فيديو فيهم علم مع الناس والناس قعدت تقول لك بقى لا فعلا ده حصل؟ هو بتاع هو فيديوهين، اللي بتاع الاهل اللي هم ما تخلفوش انتوا بتعايروا عيالكم، والفيديو بتاع الحسد. وساعتها حسيتي ان انت يعني قدمتي مسج مثلا، يعني انت الفيديو بتاع ما تعايروش عيالكم ده في مسج قويه، او في ناس فعلا تجاوبت معاكي وقالت لك جيسي انا ما كنتش واخده بالي ان ده كان عندي مشكله نفسيه بسبب اللي كان بيتقال لي زمان؟ كتير قوي، وفي ناس بعتت لي عشان هي مش عارفه تكتب في الكومنتس. وعلى فكره مش بنات بس، يعني في رجاله، انا لقيت رجاله يعني الناس مثلا في 35 ولي على فكره انا بابا كان بيعمل معايا كده، ماما كانت بتعمل معايا كده. ف وطلع عليا الكلام ده قدام بان انا بقيت اتعامل وحش. في واحد كان باعت لي مسج بان هو عنده 26 سنه ولحد دلوقتي هو مش عارف يعمل ايه في حياته، ومامته وباباه على طول محسين ان هو ولا حاجه وان هو ما بيعملش حاجه في حياته.
معايرات، يعني هو اصلا كل ان هو عايش هم بيعايروا. انا بصراحه مش فاهمه يعني عايزين يوصلوا لايه. طب انت ما فكرتيش بقى لما لقيتي الفيدباك من الفيديو ده تحديدا عامل كده، فكرتيش تكملي في النوع ده من الفيديوهات، ان انت تقري اكتر في حاجات علم نفس او غيره وتكملي في نفس السكه دي، بدل ما يعني انت دلوقتي يا جيسي بتعملي حاجات كتير قوي مختلفه. مفيش حد بيقول لك لازم تركزي في لاين واحد وتكملي فيه؟ ليه اركز في لاين واحد؟ يعني على الاقل يبقى عندك سلسله من اللاين ده. انا عندي سلسله قصص وعندي سلسله بتاعت حاجات نفسيه بتكلم فيها، ولو انا مثلا طلبت معايا او حد طلب مني احط ميك اب احط ميك اب ماليش دعوه. بس انا اصلا مش بصنف نفسي ان انا بلوجر او حاجه، انا بنت عاديه جدا، انا بحب اعمل فيديو معين فبعمل الفيديو، مش حاطه تصنيف انا ولا بلوجر ولا كونتنت كريتور ولا اي حاجه من الحاجات دي. لا انت كل الحاجات دي ما تقلقيش، انت شاطره جدا ما شاء الله عليكي. خليني اسالك على انت بتحضري ازاي للفيديو قبل ما تصوريه؟ في فيديوهات بتطلع في دماغي اللي هي الحاجات النفسيه دي، هو انا كده كده بقعد على طول ان انا اقرا واتابع لايف كوتشز ودكاتره نفسيين عشان ابقى عارفه اتكلم وما لبخش، لان انا اصلا برضو مش متخصصه. فانا لما بتكلم في وجهه نظر مثلا نفسيه او حاجه بتكلم اللي هو كانا ان حد حكي لي حاجه فانا فعلا بجد اتضايقت عشانه واتوجعت الوجعه. دي اول حاجه. الفيديو الثانيه بتاعت القصص، فانا بقعد اقرا وسيرش عن القصه وانا مع نظريات المؤامره بصراحه بحبها. طب بتقعدي بقى تكتبي سكريبت وتذاكري؟ في فيديوهات كتيره لازم ان انا اقعد اكتب، لان حاجات بيكون فيها تواريخ واماكن وانا مش بحفظ انا اصلا. اكيد طبعا. فبكتب وبقعد احاول ان انا بعد ما اكتب المعلومه بحب ان انا الخصها. انا بحب ادي المعلومه متلخصه عشان انا شخصيا ساعات وانا بتفرج على فيديوز بتقلبي بنزهق. بالظبط، فبلخص التلخيص المتلخص بلخصه حيث ان انا ممكن اديك المعلومه 3 ساعات في 30 ثانيه. في ناس دلوقتي بيبقى عندها تيم كامل، يعني حد بيكتب لها سكريبت وحد بيقول لها يلخص لهم تلخيص التلخيص التلخيص، حد يصورهم وحد يعمل لهم اضاءه وحد يعمل لهم اديت في الاخر. انت بقى حابه يكون عندك كل التيم ده ولا حابه تكملي لوحدك؟ حاسه ان انت اللي بتعمليه ده طالع من القلب رايح للقلب كده. هو مش هقدر ان انا اقعد تيم معايا وانا بعمل حاجه، انا بحب ان انا اعمل حاجه بنفسي. الفكره جات لي، ما انت لما الفكره بتجيلك في دماغك انت بتبقي شايفاها، انت مهما شرحتيها للي قدامك مش هيقدر يطلعها زي ما انت عايزه طبعا. فانا الفكره بتبقى في دماغي انا بحاول ان انا اطلعها. بس بحاول ساعات برضو ان انا ارتب الكلام اشيل كلام كده بس. جيسي لسه الكلام معاكي ما خلصش، هنروح بس الفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل حلقتنا ونكمل مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده في عيش سعيد، وصراحه خفه الدم واللذاذه باينه. طيب خلينا نتكلم بقى على قبل كل الكلام ده وقبل الفيديوهات، انت خريجه اعلام وبتشتغلي في راديو وبتشتغلي حاجات تانيه وكنت عامله حاجات دعايه وبي ار وكده، طب ليه ما بنكملش ده مع ده؟ ما هو انا اوريدي اللي انا اخدته في دراستي في صحافه ان انا اكتب السكريبت وان انا الحاجات دي كلها، فانا ستيل بكتب السكريبت النفسي. أوكي. حتى في الراديو انا اللي بكتب السكريبت النفسي. بالنسبه برضو لحاجات الميديا، انا عندي اخويا بيغني فالانتاج التصوير الحاجات دي الديكور انا بقعد اعمله معايا، حتى الادفيرتايزنج بتاعت الاغاني والكلام ده كله. حلو قوي. طيب عايزه اسالك بقى على الفيديوهات اللي انت بتعمليها اللي هي بتتكلم عن مشاكل معينه بنحس ان احنا دي حاجات بتحصل لنا، دي انت بتقعدي ترتبي لها قبلها ولا دي من الحاجات اللي هي مش سكريبتد؟ لا دي مش سكريبتد خالص، ده انا بتكلم اللي بيبقى طالع مني. يعني مثلا حد بيبقى بعت لي مسج، انا برد على فكره على لما اي حد بيبعت لي مسج لو هو فعلا محتاج مساعده انا برد. وساعات في ناس بنتكلم مع بعض كول في التليفون. ففي ناس بجد انا بحس اللي هو انا هعبر عنهم هم او انا مش هحللها مشكلتها. بس فكره ان انت لقيتي حد ان انت تقدري تتكلمي معاه وان هو ما يحكمش عليكي ولا يقول لك لا انت غلطانه، اللي هو بس هيسمعك، حتى مش لازم اقول لها انت معاكي حق، ان انا بس اسمع اللي قدامي، فده اللي قدامي بيرتاح. فبقول اكيد في ناس زيها. فانا بتكلم وساعتها ممكن ان انا اقدر ان انا اقول وجهه نظري، بحيث لو مامتها او باباها او اي حد بيسكرول شاف اللي هو انت غلطان، انت المفروض ان انت ما تعملش كده، دي مش تربيه اصلا.
طب انت اكتر سن بيتابعك ايه؟ يعني السن اللي على طول بتشوفي من الانسايتس كده مين بيتابعني، وبنات ولا شباب ولا ناس كبيره ولا ناس صغيره؟ هو انا الاغلبيه عندي من 22 لحد 35، دي اكبر فئه عمريه موجوده عندي، بس عندي ناس كبيره برضو وعندي ناس صغيره. طيب الفيديوهات بقى طبعا اللي مامتك بتشاركك فيها بتبقى مختلفه ومن نوع تاني صراحه، وكل الناس بتقعد تستناها. اقنعتيها ازاي ان هي تشارك معاكي في الفيديوهات؟ بعد وفاه بابا، ماما كانت قاعده متضايقه وكده، فقلت لها تعالي بقى نكمل فيديوهات مع بعض، تعالي نكمل ونعمل، وعشان تطلع من المود ونفرفش. ماما اصلا فرفوش على فكره، ماما فرفوش اكتر مني. ده باين في الفيديوهات. بس فلو بدانا نعملها مع بعض، حتى ساعات انا ببقى فاقده الشغف مثلا ما بعملش حاجه، ماما بتقولي ما تقومي نصور فيديو، قومي تعالي نعمل حاجه، شفت الفيديو ده على التيك توك تعالي نقوم نعمله، شفت ده مش عارف ايه تعالي نقوم نعمله. فهي بصراحه ماما دايما، هي واخويا دايما هي اكتر ناس بتشجعني ان انا اعمل فيديوز وكده. مامتك بقى ليها فانز عندك طبعا اكتر. لا هم ما فكرتش تعمل هي اكونت لوحدها؟ لا بتتكسف. اوكي. ماما بتتكسف شويه، يعني لو انا مش معاها في الفيديو بتتكسف. طب اكيد صورتي حاجات قبل كده كنت حاسه ان انا ان انت مصوراها كده وخلاص، ولقيتيها فجاه ضربت، وحاجات تانية كنت متوقعه ان هي هتضرب وهتكسر الدنيا ولقيتيها ما فيش حد سمع عنها حاجه. بالظبط. ايه بقى الفيديو اللي انت صعبان عليك ان هو ما اتشافش، وايه الفيديو اللي انت ما كنتش متخيله ان هو اصلا هيبان؟ زمان كان بيصعب عليا قوي فيديوهات الميك اب، والله كان بيصعب عليا قوي، مجهود مبذول، ساعة ونص بصور وارسم الايلاينر واحاول انه يطلع مظبوط، وما كانش حد. ده اللي خلاكي تبعدي عن الميك اب طيب ولا لا؟ انا حسيت ان انا استكفيت، يعني حسيت ان هي فعلا حاجة حلوة وانا بحبه جدا وبحب الميك اب، بس مش ان هي تكون، مش يبقى كارير بالنسبة لي، مش انا. طيب والعكس بقى، ايه الفيديو اللي انت شفتي ان هو ما كانش مفروض ان هو يطلع الطلعه دي كلها والحمد لله ربنا وفقه وطلع كده؟ كان فيديو لماما كنا بنهزر فيه يوم النيو يير، اللي هو هتلبسي يوم النيو يير، فماما كانت بتهزر معايا وتقولي ما فيش شورت، هنلبس بنطلون وبتاع ومش عارف ايه، وانا برضو كنت حابه انا ماما ان احنا نعمل الفيديو بالطريقه دي، ان هي مع اني شحطه كبيره بس ماما ليها كلمه عليا، عشان الموضوع ده ما بقاش صح موجود الفتره دي. يعني في فكر ورا الفيديو، احنا مش بنصور فيديو خلاص، احنا بنفكر قبلها. والله احيانا بحس ان انا عندي فكر فعلا، بحس ان فعلا في فكر. يعني بتحسي مش قصده يعني؟ لا بحب، يعني هي كده بتبقى الفكره جوه، بس انا مش واخده بالي ان هي فكره اصلا. السوشيال ميديا غيرت ايه في حياتك طيب؟ ولا اي حاجه. ولا اي حاجه؟ لا. طب الناس ما هي بقت تشوفك وتعرفك وبقيتي مشهوره، ده برضو ما تغيرش حاجه في حياتك؟ انا هفضل، انا هتفضل حياتي هي هي، لو انا بطور حاجه فانا بطورها بنفسي لنفسي، ملهاش. بس انبسطتي بالفكره صح؟ انا بنبسط ان انا بحس ان احنا صحاب، او ان احنا ساعات لما ببقى مثلا متضايقه واخش اهلفط في ستوري او حاجه، بلاقي الناس معايا، اللي هو ما تزعليش نفسك. حتى لما كنت راجعه مثلا من شرم وقلت انها تعبانه، كانت المسجز بتجي انت سخنه، طب اخدتي الدواء، طب اشربي ليمون، طب اشربي جنزبيل، مش عارفه. فبقيت بحس اللي هو يعني لا انا عندي صحاب، هو اي نعم اونلاين، بس برده بيبقى حاجه لذيذه، تحس ان هم ونس شويه. بتنبسطي ما بتفضفضي مع الناس والناس تفضفض معاكي؟ في حاجه لذيذه. انا اجتماعيه قوي قوي، انا خدت بالي. انا لو في التاكسي الراجل قال لي مالك، هحكي له، هقول له ايه اللي مزعلني النهارده. عادي عادي، وهو لو متضايق يحكي لي برضه، هسمعه لحد اخر الطريق. طب جيسي، عايزه اسالك، انت بتشوفي الموضوع ده ازاي، ان الناس بتبقى مرتاحه لك اكتر، ولا انت مثلا بتديهم فكره ان انت انا قادره اسمعكوا فقولوا لي عادي، انت مرتاحه للطريقه دي؟ اعتقد عشان انا بعرف ان انا اسمع اللي قدامي شويه، وحتى لو جايب لي مصيبه بقعد اهزر واضحك يعني. وكان في قبل كده واحد صاحبي كان قايل لي، بيقول لي انت بهجه، يعني مبهجه، يعني الواحد بيبقى متضايق يقعد يتكلم معاكي، بنضحك ونهزر ونفك ونفرفش، وبعدين حاجه حلوه لو اقدر ان انا اسمع حد واساعده. طب الكومنتس بقى، تعالي نتكلم عن الناس اللي بتدخل تغلط ولا تشتم ولا تقول ايه. عملت لهم فيديو يعني؟ انت عملت لهم فيديو؟ قلت لهم ايه؟ قلت له تتفق او تختلف معايا في الراي، ده ما يديلكش الحق ان انت تغلط فيا ولا انا اغلط فيك. عندك ملايين الناس على السوشيال ميديا، ما حبكش الفيديو بتاعي تقف عنده، باي باي، ما تتفرجش عليا، ما تتفرجش. طب بس يعني في ناس بتبقى كلامها جارح شويه، جارح، ويقولوا لك في الاخر انت اللي عرضتي حياتك ان هي تبقى على المشاع كده، وان انت تقدري ان انت بقى طالما سايبه بقى حاجتك كده على السوشيال ميديا وكلامك وفيديوهاتك، استحملي بقى، استحملي ان احنا ننتقدك وان احنا نغلط وان احنا نعمل ونقول راينا يعني براحتنا.
اللي يقول رايه. على فكره مش لازم الناس كلها تحبني، مفيش شخص الناس كلها هتحبه، دي اول حاجه. ده اكيد. وحتى لو انت لو انا مش عاجباكي عادي قولي انت مش عاجباني، ده رايك. لكن الشتيمه بحس ان هي لما حد بيشتم او حاجه بحس ان هو ده نابع عن تربيته او عن بيئته، فهو بيعبر عن نفسه مش بيعبر عني. بتردي عليهم؟ في ناس صراحة برد عليها برايفت. لا برد بره. لا ما بردش برايفت، برد بره. وفي ساعات انا ببقى نايمة مثلا بقوم من النوم الاقي الناس اللي عندي من الفولورز هم دخلوا ردوا وكتبوا. كان في واحد مثلا بيقول لي ان دي ذنوب، فواحدة دخلت قالت له حضرتك بتعبد ايه؟ انت تعرفها؟ تعرف حياتها؟ تعرف هي بتعمل ايه عشان تتكلم؟ انت واحدة على السوشيال ميديا انت ما تعرفهاش. بس هو موقف اي حد معرض له، بانك انت قررتي تفتحي الاكونت بتاعك بابليك، فهتبقي عارفه ان هتلاقي ناس بتحبك جدا وهتلاقي في ناس بتخش تشتم. طيب زي ما انت عارفه الرياليتي شو موجود من زمان قوي، ومع ناس كتير قوي من البلوجرز العالميين والفنانين وغيرهم. دلوقتي لاول مره في مصر بنت مصرية اتشهرت على مجال السوشيال ميديا، واتشهرت كمان ان هي عملت براند لنفسها، هي هادية غالب. طبعا بنوجه لها تحية لان هي بنوتة ناجحة ومصرية وبنفتخر بيها كلنا. بس اول مرة يتعمل فكرة الرياليتي شو لهادية غالب هنا في مصر، رأيك ايه في الفكرة؟ وعايز اعرف انه ان شاء الله لما جيسي كده تبقى مشهورة جدا وعندها الحاجات الكونتنت اللي بتقدمه والناس بتحبها بمجال اكبر، ممكن تعملي كده ولا لا؟ ممكن انا اعمل براند عشان هادية اصلا، يعني بزنس وومن شاطرة جدا، وبحس ان الناس اللي بتهاجمها مش عارفة توصل اللي هي بتعمله، والاغلبيه بيبقوا ستات. احيانا بحس ان عدوه المراه هي المراه نفسها، يعني ممكن نتعلم منها ومن انجازاتها، وان هي في سن صغير قوي عملت حاجات كتير قوي كويسه. نبص للحته دي، لازم نشوف الحاجه البوزيتيف، مش دايما نركز على السلبيات بس. طب وشايفه فكره الرياليتي شو فكره حلوه ان احنا اول مره تتنفذ ببنت مصريه هي واسرتها؟ احنا دايما كنا بنشوف بس الاجانب، حياه كيم كارداشيان وغيره من الناس اللي كتير قوي بلوجرز وغيره، ما شفناش في مصر قبل كده. على فكره حلوه، بحيث ان الناس تعرف حياتها. الناس بتحكم على الشخص على السوشيال ميديا، هي مش عارفه حياته جوه عامله ازاي. ما فيش حد هيصور خيبته، يعني ما فيش حد هينزل اللي هو انا النهارده صاحي من النوم عايزه اقطع هدومي، شعري النهارده منكوش، ما فيش حد يعمل كده. ما فيش حد يقول النهارده قايم من النوم مش طايق نفسي. فالواحد بيطلع احسن حاجه عنده على الصوره. فحاجة حلوة ان الناس عرفتها اكتر من جوه، هي اصلا ممكن تكون انسانة اكتر من الشو اللي بره. طب وانت شايفة ان حاجة حلوة ان احنا نطلع الحتة بقى التانية اللي هي من جوانا؟ انت تقدري تعملي كده بتفاصيل حياتك كلها، مفيش حاجة تستخبى. وانا نسبيا عاملة كده، نسبيا بعمل كده، بس اكيد في حتة جوه مفيش حد هيطلعها. يعني حتى على فكرة رياليتي شو مش رياليتي شو، في حتة جوه بتبقى بيرسونال قوي، دي ما بتطلعش غير مع الناس القريبة. تفتكري مش مفروض ان دي تطلع في رياليتي شو؟ مفروض صح؟ لو انا؟ لا في حته مش هطلعها. ايه يا جيسي؟ في حته مش هطلعها، لان مفيش حد هيتفرج عليكي من بره حتى لو انت طلعتي حقيقتك، غيره برضه هيطلع فيكي عيب. مهما كنت مشهوره ومهما كنت معروفه، في انت لو ملاك بتاعتك انت بس. لو ملاك هيجادجوا ويحكموا ويطلعوا فيها القطط الفطسانه عادي. طيب ايه بقى خطواتك اللي جايه؟ عايزه تعملي ايه؟ عايزه اكيد رسمه بلان لحياتك، يعني جوه السوشيال ميديا وبره السوشيال ميديا. بره السوشيال ميديا هكمل في الراديو، واحاول ان انا اكبر الاودينس من ناحيه الراديو اكتر. ولو ممكن ان انا اطلع مثلا اعمل اعلانات او كامبينز في التلفزيون، انا بحب قوي اعلانات. ممثله فاشله بس انا اعلانات اوكي، ما عنديش مشكله. اوكي. جوه السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ان انا هزود برضو في الكونتنت بتاع الاذى النفسي، بس من هحاول ان انا استعين بحد مختص او حاجه بحيث ان هو يساعدني، علشان ما اقولش حاجه تكون ضد مصلحه الناس اللي بتتفرج. لان اللي بيتفرج لو انا قلت معلومه غلط او حفزته على حاجه طبقا لان انا متضايقه، ممكن تاثر عليه بالسلب. يعني انت هتخليه اكتر علمي، يعني انت هتستعيني بحد مختص علشان يبقى بيقول كلام علمي، مش بس انت معتمده على اكسبيرينس او حكايه سمعتيها او غيره. لازم ما اديش رد فعلي انا قوي، لان شخصيتي ممكن ما تمشيش على ناس تانية كتير. صح. يعني رد فعلي حد تاني مش هينفع ان هو يعمله، فلازم ان انا اخلي بالي من الحته دي شويه، عشان انا ساعات بيبقى رد فعلي اجريسيف شويه.
جاسي عبد العزيز انت نورتيني وانت جميله وعلى طبيعتك وخليكي كده على طول لانك هتنجحي بطريقتك دي. هو انت تركيبه كده مظبوطه على ان انت تتعاملي مع الناس بكل تلقائيه وبكل حب. انت نورتيني النهارده. شكرا لك. نتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا النهارده من عيش سعيد. نشوفكم في حلقات تانية كتير. باي باي.